بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله الفرج القريب، ونسأل الله أن يتقبل شهداء هذا الزلزال. يوم الاثنين قبل الفجر طبعا كنا نايمين، فأنا فقط على ميلان البناية، يعني فقط صار بطبع هذا الطابق، صار الحيطان تنزل علينا. الحمد لله بلطف اللطيف ولطف الرحيم طلعنا سالمين والله الحمد والمنة. حاليا نزلنا الحمد لله الكل، يعني جروح بسيطة وطفيفة. بالبداية ما حسنا نطالع شيء، وحاليا جيت طلعت اللي حسنا طالعه، يعني الشيء الضروري حاليا، لأنه مطلعنا احنا طلعنا باللباس النوم، فطلعت أهم شيء اللباس. يعني حاولت أطالع خديجتي ما حسنت، لأنه صاير في شوية دمار فوقها. الإحصائيات اللي قرأتها امبارح ما أدري مدى دقتها، إنه 257 بناء دمر بالكامل. هذا الكلام قرأته من إحصائية من جنديرس. الشهداء المكتوب أسماءهم 900، ما عدا اللي لساتهم تحت الأنقاض، وما عدا الجرحى، وما عدا المفقودين. والله يعني الصورة هي اللي تحكي. جل الناس يعني يبحثون حاليا عن مأوى، يعني هذا أهم شيء بالدرجة الأولى. وبعدين اللي ما حسن يطالع شيء ممكن تقدم له شيء يدبر أموره، ريثما يطلع من الأزمة إن شاء الله. هل دخلت مساعدات أموية؟ ما شفت مساعدات أموية، لكن شفت بالنسبة لموضوع الأكل كثير جدا. الأكل وزع بكثرة، لكن الخيام فيها شح كثير جدا، والماء ماء الاستعمال يعني أيضا في شح. المساعدات الأموية والله ما شفت صراحة، أو جوز من أنا جوز دخلت وما شفت ما أدري، لكن أنا ما شفت. شفت متطوعين متبرعين وفرق تطوعية موجودة هذه وبكثرة، والأخص بالنسبة لموضوع الأكل، يعني موضوع الأكل كثير جدا. والله كنا نايمين صارت الأرض تهز فينا، مسكت أولادي وطلعت أركض، ما حسنت أطلع برا، صارت البلاكين تنزل، وقفت هنيك وصرت عيط، تميت واقف لحتى الحيطان كلياتها نزلت، والبناية اللي ورانا صاروا يعيطون ونزلت البناية، البناية اللي مقابلنا كمان صاروا يعيطون ونزلت البناية اللي مقابلنا كمان، وطلعنا تميت واقف لحتى راحت الهزة لحتى طلعت، طلعت أركض على بيت جيراننا، تلقاني الشاب فوتني عند بيته، صارت هزة تانية، طلعت العالم كلها تركض باتجاه الزيتون، ولق والله باركين تحت الزيتون، لا بطانيات لا ضوء لا خيام لا شيء، والله العظيم باركين، أولاد ما عندهم فلوت، ما في حفيانين، البرد دبحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر الله، لا ما بدي أسكن ببيت تاني، أنا بدي خيمة، ما عاد بدي بيت شنو مكان يكون، أبدي أبرك بخيمة وأتحمل برد الخيمة وكل شيء، بس ما أرجع أسكن هنا، لك هاي بنايتنا نزلت على العالم كلياتها، والعالم ناس طالعوها وناس لسه ما حسنهم يطالعونها، ما عاد بدي أنا أسكن ببيت، بدي خيمة، بدي خيمة يكون يعني خيمة ضو نبرك عليه، معونة شيء ناكل منها، أغراضنا كلها راحت، لأنه سفنجات نبرك عليها شيء، صوبيات حطب شيء، لك الدنيا هالغتين باردة، الأولاد ما عندهم لا فلوت لا بواط لا شيء، والله راحهم كل جيراننا وقرايبنا كلهم راحت، كلها راحت. شلون هالوضع الناس هون بشكل عام؟ والله كل الناس وضعها زفت لح، يعني تحت الصفر، الناس كلها باركة تحت الزيتون، البرد دبحنا والله، كل 10 عيال بخيمة واحدة. Thank you.
دخلت كوادر طبية كثير، ولكن جهود شخصية أغلبيتها، يعني كمنظمات أممية ومساعدات وهيك، يعني حتى الآن ما ماشي من شيء بصراحة، أغلبيته تبرعات شخصية من الأطباء الصيادلة الناس المقتدرة يعني. وبشكل عام في نقص يعني، عانينا أول يومين شيء معاناة لا توصف صراحة، الأعداد هائلة والأعداد كبيرة ولسه يعني الأمور بازدياد، يعني حتى الآن في أعداد ما هي مكشوفة بصراحة، والوضع مأساوي. تقريبا كم عدد المشافي او النقاط الطبيه موجوده في جنديرس، وشو انت عم تقدم؟ واحد اثنين. هلا اكثر شيء المواد الاوليه الاسعافيه. نحن عم نقدم مواد اسعافيه. الاسعافيه الاولية. لا يوجد اي مشافي في جنديرس. مشافي ما في بجنديرس. واحد اثنين. لا تفضل. هلا نحن عم نقدم المواد الاوليه الاسعافيه ضمن جنديرس، مشافي ما في. في مشفيين يعني ما من اول يوم استيعابهم صفر تقريبا بصراحه، يعني ما عاد يستوعبوا. هلا نحن محتاجين سيارات اسعاف بشكل عام، المشافي ما عاد تستوعب، مشافي ميدانيه، يعني لو وصلنا مشافي ميدانيه هذا بخفف شوي عبء علينا يعني. اهم شيء سيارات اسعاف والمشافي الميدانيه، المواد الطبيه بشكل عام، الادويه، يعني الادويه في نقص كبير بصراحه. ما زالت فرق الدفاع المدني مستمرة في عملها منذ 6 أيام في مدينة جنديرس، العمل على البحث عن عالقين تحت الأنقاض. هناك تحديثات بشكل دوري عن وجود عالقين داخل الأبنية المنهارة، وجود صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الدمار الكبير والكتل الأسمنتية الكبيرة والأبنية الكبيرة التي وقعت نتيجة الكارثة الطبيعية في هذه المنطقة. لا يمكن تحديد نهاية العمل بسبب التحديثات التي يتم إعلامنا بها بشكل مستمر من قبل أهالي المفقودين. هناك تحديات كبيرة، منها عدم وجود أي تعاون دولي بما يخص هذا الموضوع، جميع المعدات والآليات. فرق الدفاع المدني استمرت بدعم من الأهالي عن طريق إرسال الآليات والمعدات التي تعمل في أعمال الإنشاءات في هذه المنطقة للعمل ومساعدة فرق الدفاع المدني في البحث عن مفقودين. حجم الدمار في هذه المدينة كبير جدا، لم يتم حصر الأضرار بشكل نسبي، ولكن تجاوزت نسبة الدمار الكلي في هذه المدينة إلى أكثر من 50% من البنية التحتية. بعد مرور 6 أيام على الزلزال اللي ضرب منطقة جنديرس، لا تزال فرق الدفاع المدني منتشرة بالمناطق اللي تعرضت للزلزال. الحقيقة الوضع مأساوي جدا، يعني إيش ما حكينا الصورة غير والكلام غير عن الواقع. أبنية بكاملة نزلت على أجساد الأطفال والنساء، الوضع مأساوي جدا. كانت معوقات كثير كبيرة بسبب كثرة الأبنية المتضررة، كثرة نداءات الاستغاثة. الحقيقة نحن حاولنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الضحايا ونحاول ننتشلهم، عدد كبير من الضحايا حاولنا ننتشلهم، عدد كبير من الجرحى تم إسعافهم المشافي القريبة. الوضع مأساوي جدا، يعني أنا بحياتي ما شفت هيك زلزال ولا سمعت عنه. فرقنا منتشرة على مدار الثانية للاستجابة لأي نداء استغاثة، عمليات البحث والإنقاذ مكثفة، عمليات الإسعاف السريع موجودة لتقديم الرعاية الصحية والنقل للمشافي والتحويل. الحقيقة نحن موجودين وثابتين إن شاء الله نقدم الخدمة لأهلنا إن شاء الله بجنديرس. الحقيقة فرقنا لا زالت موجودة بجنديرس لحتى تكثف وتدقق عمليات البحث، لأنه لسه في ناس عم تيجي تقول في ناس هون وفي ناس هون وفي ناس هون، أنه في ناس تحت الدرج ولا في ناس تحت الصبة هاي. نحن موجودين ومنتشرين بالمنطقة لنبحث ونشتغل بكل طاقتنا لحتى نشوف إذا لسه في ناس موجودة تحت الأنقاض. عدد كبير من الضحايا موجود، نحن نقدناهم، وعدد كبير من الجرحى تم إسعافهم للمشافي القريبة. الوضع كارثي إنساني، وضع كارثي إنساني بكل ما تعني كلمة. حاليا الأهالي مشردين تحت هالبرد وتحت هالجو هذا، يعني الواقع غير الصورة اللي عم نحكي عنها. هلق بالنسبة للصعوبات، نحن اليوم نداءات استغاثة كثيرة، ونحن كنا موجودين وكنا يعني قلبنا يتعصر ألم، نجي نحفر ونطالع ناس تكون متوفاية، يعني ما حسنا ننقذها. هذا الشيء أثر فينا كثير كعناصر دفاع مدني. اليوم الناس بهالمطر هذا وبهالواقع المأساوي بعد سنين الحرب اللي عدت، الكارثة الإنسانية اللي ضربت الناس اللي هي هربانة وهي مهجرة من مدن أخرى، رجعت إنسانيتهم وصعوباتهم وتحديهم والألم والقهر
كان تحدي كبير امامنا وامامهم. نحن حاولنا انه نخفف، حاولنا انه ننقذ كل الارواح، بس ولكن اليوم الوضع والكارثه كانت اكبر من كل الاشياء اللي كنا راسمينها او مخططينها. الله يرحم الشهداء والله يشافي الجرحى ان شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخي بلشت الهزه هون، نحن بالشمال المحرر بادلب اخي، والبرد الغارس شايفينه، ومساعدات قليله اخي، وبنا ايواء وبنا خيام ومعانا اطفال ونساء اخي، وارجو من العالم كله يدعمنا بهالوقت هذا الحالي يعني الصعب. يا اخي والله البيت تخلوع ورايح ينهد فعلا، وفي بنايات 6-7 طوابق انهدت، ولهلا الناس عم تطالع الجثث والشهداء من تحت البنايات، والامور والله تعبانه يا اخي، فعلا تعبان. نعم معي عيلتي، ونحن هون نطلع شي 75 عيله اخي، والامور مثل ما انك شايف تعبانه والله، ونحتاج لدعم ونحتاج لمساعده ونحتاج لكل شيء والله اخي، وبرد شوفت عينك يعني، وهذا اللي بدنا اياه والله منكم. نرجى المساعده كمان من الاخوه العرب والاشقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم الأول لحادثة الزلزال تم الاستجابة للحادث بشكل مباشر من ليلة الزلزال. طبعا بدينا بإخراج المصابين من تحت الأنقاض بمساعدة الدفاع المدني في 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 المناطق اللي حدث فيها الزلزال. في صباح اليوم مباشرة تم الاستجابة للمتضررين يلي لازالوا تحت يلي لازالوا بالقرب من الأنقاض بيوتهم صراحة، واللي تحت الزيتون واللي انتشروا بالشوارع العامة والأماكن العامة، تم الاستجابة لهم بشكل مباشر للوجبات السريعة، إضافة للمي والخبز يلي هني أساس الاحتياجات. في اليوم الثاني مباشرة تم استحداث نقطة طبية بحيث تكون يعني مرافقة أو بالتوازي مع المؤسسات الإنسانية اللي عم تشتغل بالقطاع الطبي بالتحديد لحجم الكارثة الكبيرة. كمان قدمنا ضمن هذا القطاع معالجة المصابين بشكل مباشر، ضماد، نقل المصابين من وإلى أو من النقطة وإلى المشافي بشكل مباشر كذلك الأمر. تتبعنا بالتوازي مع هذا الأمر بتوزيع السلل الطوارئ، هي السلة الغذائية. من خلال جولاتنا في الميدان تبين أنه أغلب الناس بحاجة لخيام بشكل سريع، نفذنا بعض الأنشطة ضمن هذا النطاق. طبعا كذلك الأمر كانوا بحاجة ماسة للبطانيات والإسفنجات كذلك الأمر، باعتبار أنه فقدوا كل أغراضهم تحت الأنقاض. صارت هالزنزار فزعنا، طلعنا لبرا تحت المطر تحت الشتاء، أطفال أولاد كلياتنا وقفنا تحت المطر أول نهار، لثاني نهار بقولوا في عالم عم تقعد بالجامع، أخذنا ورحنا على الجامع، صارنا 3 أيام 4 أيام عم ننام بالجامع، بعدين قال ما بقى يسمحوا لنا بالجامع، عم نقعد بقفة جامع بالشمس كل النهار للمساء، بنفوت بننام وبنطلع، ومتأذى الواح طاقة رحني كلي، إيش عندنا أغراض هبط علينا قسم وقسم بلاط وقسم السوسق، عم نقعد هلق فيه متلجفي. إيش لباس؟ آلة غذاء للأولاد، أكل هيك شغلات ما في. على الخفيف في على الخفيف.
اخي الكريم، نحن اول ما صارت معنا الهزه فعندنا البناء كان مضاضع ايام القصف والحرب، فبالضربه الزلزال اللي صار معنا فتهدم كثير. نحن 7 طوابق تهدم قسم من البناء، 7 طوابق، وطلعنا واخذنا الاولاد وطلعنا من البنايه، لانه البنايه القسم الجزئي كله صار بالارض، وجينا لهو نمنا بالطرقات والشوارع لبين ما امنونا الشباب ايواء هون، وجينا نحن لهون واجت دعمونا وحطونا بالمخيم هون وامنونا حرامات وبطانيات واكل وشرب للشباب والاولاد، وكانوا الاولاد كثير تعبانين وخايفين ومرضانين، فعملوا لنا ادويه. نرجو من كل منظمات بتدعم هالمخيمات والمخيمات كلها. نحن صرنا من 7-8 سنين حرب قصف ودمار من عصابات بشار الاسد الطاغيه. نحن من بالاصل البنايات مضعضعه من القصف والضرب والبراميل والصواريخ، فهالشيء هذا الزلزال اللي صار تهدمت البنايات بالاكمل، ولهلا في ضحايا تحت الانقاض عم ينقذون مناطق جنديرس، مناطق جنديرس هي المطاره، لهلا في عالم تحت الانقاض وعم يطالعون. نتمنى من كل المنظمات تيجي تدعم المخيم، ولهلا اولادنا مرضانين وتعبانين. الوضع هون في تدفئه بس شيء قليل ما بيكفي، لسه بدنا كمان تدفئه، بدنا منكم بس تفتحوا لنا اماكن ايواء لسه العالم، لانه كثير هون في تقريبا شيء 75-80 عيله، يعني العالم نايمه فوق بعضها فوق بعضها هون، وما في كل يعني كل عيله فيها 5 أطفال 6 أطفال، العالم نايمه فوق بعضها، واحنا كشباب احيانا بننام بالطرقات، يعني شباب احنا ما بنخاف، اهم شيء الاولاد والاطفال، احنا فينا ندبر حالنا، نطلع بننام بالطرقات بالجنينه بالهي، بس هالاطفال اللي جوا وكمان شايفين الوضع مأساوي كثير. وبدنا من كل دول العرب اللي مسمين حالهم العرب تدعم هالمخيم هذا، السعوديه، قطر، البحرين، كله بيدعم هالمخيم. والله يا ابن الساعه 4-4:30 ما شفنا انطبت علينا، يعني جتنا هزه، امنا والله بغراضنا بلبسنا باب بيتنا كله تفسخ. والله يا ابني هذا صار، والله طلعنا لهون بغراضنا بلا اغراض، طلعنا وجينا هون على الحديقه، والله حالتنا حاله يا خاي، والله اطفال كلهم طلعنا بلا شيء، نايمين كلش نام حضاننا وجبناهم لهون. يا ابني والله بيتنا كله تأذى، والله يا ابني هيك صار فينا، الساعه 4-4:30 4:30 تهجرنا وجينا لهون. يا ابني اي والله شو بدنا نساوي، والله محتاجين كل شيء، والله كل شيء محتاجين، والله الحمد لله والشكر لله، ويرحم شهدائنا ويرحم امواتنا ويرحمهم، الله يرحمهم، والله مأهورين عليهم، والله مأهورين عليهم، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على كل حال، نحن بدنا نشكره الحمد لله، والله بدها كل شيء الخلق، كل شيء كل شيء بدها، الله يكون بالعون، الحمد لله والشكر لله. للأسف ما زال القطاع الصحي يعاني الكثير من الاحتياجات،
وخاصة كانت الأيام الأولى كثير صعبة، حيث تم استهلاك كل مخزون القطاع الصحي سواء في مديرية الصحة أو في المشافي أو بالمنظمات. كان الطلب والاحتياج كثير كبير، لم نلقى أي مساعدات دولية أو إغاثية من أي جهة حتى اليوم الخامس من الكارثة. اليوم الخامس والسادس دخلت بعض المساعدات لكنها خجولة وما زالت لا تغطي الاحتياج الكبير. حاليا في ظل تقييم الاحتياج اللي عملناه بشكل دولي وبشكل تحديث يومي مع المنشآت الصحية، نحن بحاجة لعدد كبير من المستهلكات، بحاجة لعدد كبير من كيتات الجراحة العامة والعظمية والعصبية، بحاجة لأجهزة غسيل الكلي وكيتات غسيل الكلي، بحاجة للمنافس لوحدات العناية المشددة. ما زال لدينا عدد جيد من المرضى ضمن المنشآت الصحية، ما زال لدينا عدد كبير من المرضى في وحدات العناية المشددة وهم بحاجة لجلسات غسيل الكلي. فقدنا الكثير للأسف في محافظة إدلب فقط حوالي 2200 وفاة، عدد الإصابات تجاوز 11000 إصابة وهذا يفوق قدرة قطاع الصحة على استيعاب هذه الكارثة. وجهنا نداءات كثير لمنظمة الصحة العالمية ووكالات اليو إن وننتظر ورؤود المساعدات. كل ما وصل هو الآن هو 14 شاحنة من اليو إن، وصلنا كيتات من دبليو اتش او، وصلنا وفد من الأخوة القطريين، يعني في مجموعة من الأطباء بلشوا يعملوا جولات على المشافي وقاموا ببعض العمليات الجراحية، وصلت بعض المساعدات من الأخوة السعوديين، وما زلنا ننتظر البقية إن شاء الله. نحن فرقة طبية جوالي منطقة جنديرس، طبعا نحن صرنا جوالين بسبب ضرر المشافي، بسبب صعوبة وصول الناس كمان للمشافي، وهلا نحن عم نعاني من قلة المواد الطبية، من قلة الدعم الطبي والدعم النفسي حتى، يعني وعندنا شح بالمواد الطبية وعندنا نقص بالكوادر حتى. احنا يعني ما دخلنا اي مساعدات اممية، اي مساعدات من برا، يعني نحن بحاجة صراحة، بحاجة لاي شيء، لاي مساعدة طبية او انسانية او اغاثية، لخيام، لسكن، لاي شيء، يعني صراحة الشعب بحاجة من كل الجهات.